يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في بلدنا تشق تكاليف الحج على الناس، وهناك امرأة قد تقدمت بمعاملة للذهاب للحج مع زوجها ودفعت مالا، ولكنه توفي قبل الحج، فإذا تركت الحج لهذه السنة فلا يرد لها المال الذي دفعته، فهل يجوز لها أن تحج مع محرم آخر وهي في عدتها؟ والله العلماء ذكروا أنها إذا تعذر عليها المحرم أنها تنتظر حتى يتيسر المحرم، فإن أيست منه فإنها تنيب من يحج عنها، فهذه بإمكانها أن تؤخر الحج حتى تخرج من العدة ويتيسر لها محرم في الأعوام القادمة، فإذا تعذر هذا فإنها توكل من يحج عنها. نعم.